روبين عفوا إيغوان. إيغوان المساندة غير موجودة، محاولة المرور يمر إيغوان، يتوغل صعبة خطيرة. هو أول هدف في المباراة عند الدقيقة 44 بعد هذه الكرة ومرور إيغوان بكيفية يعني من أمام زوج لاعبين غريبة. على كل حال يمر الهدف المعاكسة وتوغل روبين، روبين يفعلها وينقذ الريال. بلد الوليد الذي امتعنا بادائه وبالصعوبه التي وجدها فريق ريال مدريد. شوف قدرات روبين الهائله والرائعه جدا والفريده من نوعها، تسمح له بالجري، استقبال الكره، مراقبتها وتسديدها بالرجل اليسرى، التفوق على المدافع، اجتازه تماما، ثم المراقبه والتسديد باليسرى امام حارس.